مستمرة إلى غاية 10 يوليو كما قررت بلاد لا وكما قررت الحكومة المغربية. الحاجة الثانية هي أن الخروج لابد من توفير شروط السلامة وعلى رأسها الكمامة. الكمامة ضرورية وضرورية وضرورية. رجاء ما يمكنش للناس تخرج بلا كمامة، لذلك تنذكركم أن الكمامة ضرورية للخروج. مسألة أخرى فيما يخص التزام التوقيت، كلنا كنعرفوا بأن المحلات التجارية راه عندهم توقيت فين كيسدوا. رجاء باش ما يتوقعش مشاكل ولا خرق آخر القانون، راه مباشرة الإنسان اللي بغى يتقدى يتقدى في التوقيت، والناس راه كتسد في الوقت اللي أنتم كاملين كتعرفوه، كتم إغلاق المحلات التجارية. مسألة ثالثة بالنسبة للمطاعم والمقاهي، باش نوضحوا هذه النقطة، المطاعم والمقاهي كيخدموا غير الوجبات اللي كتديها في يدك، يا إما المحل العمل أو الدار ديالك، القهوة تهزها وتمشي، أي من القهوة ولا مطعم ما يمكنش تمشي وتجلس فيها وتناول فيها المشروب ديالك أو الطلبية ديالك في عين المكان، فهو ممنوع قانونيا. مسألة أخرى ضرورية جدا هي أن ضروري تحمي أولادكم وتحضيرهم. راه هذه المسألة هذه تاع انتقال العدوى مازال مستمرة، مازال مستمرة، لذلك كنذكركم أن هذه المرحلة كلها اللي دوزنا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل تعليمات صاحب الجلالة اللي تطبقات هنا في ويسنا من طرف السلطات المحلية بحذافيرها، أعطت نتائج جد جد إيجابية. فالمنطقة تاعنا سجلت حالة وحدة فريدة تاع واحد السيدة اللي شافت الحمد لله ورجعت لحياتها الطبيعيه، وهذا الشيء كامل كيرجع فيها الفضل كما قلنا الله سبحانه وتعالى للمجهودات نتاع الاطر الامنيه والسلطات المحليه والوقايه المدنيه والناس الامن والناس الجيش، وكذلك لكم انتم الاسر المغربيه اللي التزمت بالتعليمات نتاع الصحه والسلامه والوقايه. فرجاء هذا نداء تواصل جديد معكم باش نقول لكم راه القانون مازال نتاع قانون الطوارئ الصحية راه مازال مطبق ومازال ما ترفعاتش الحظر حتى العشرة في الشهر. رجاء أنكم تلتزموا بالقرارات اللي كانت منذ البداية.